دايما هو كان القائد والمثل الاعلى لجميع اللاعبين. تتعاقب الاجيال وتظل الرموز دائما خالده. رؤساء الاهلي امتداد لبعض، ودايما الكل يسعى لخدمه الكيان، لخدمه النادي، خدمه النادي الاهلي وجمهوره والحفاظ على مبادئه في الاهلي. رايه النجاح بيتسلمها جيل بعد جيل ورمز ورا رمز، حتى اصبح الاهلي واحد من اكبر انديه العالم. تحيه لروح الكابتن العظيم المايسترو صالح سليم، اللي عاش حياته كلها راجل واضح وحاسم وصارم وناجح وصالح وسليم. وبالشمال يلا يا صالح، يلا يا صالح. بتكتبوا تاريخ كرة القدم في العالم. صالح سليم مشي ماشية في غاية العظم، وشاط شوطة في غاية العظم، جت في الخشبة ورجعت. حط الكورة في الجول زي ما شفتوا. اتكلمنا عن الكابتن صالح سليم ومبادئ الأهلي.